اليوم تنتواجدوا في مدينة الجديدة وذلك في الاختتام البطولة الكأس العرش المجيد وكذلك الاختتام البطولة الوطنية المغربية في المياه المفتوحة. هذه السنة هي سنة متميزة جدا خاصة في الأنشطة اللي قامت بها الجامعة الملكية وكذلك عندنا واحد الحظوظ كثيرة خاصة باش اختارينا هذه المدينة الجميلة واللي ما كناش نعرفوها واللي درنا فيها أول مرة نديروا فيها البطولة الوطنية للمياه المفتوحة بالسباحة بالزعانف. اليوم كانت مسابقة ديال كوب دو ترون ديال سوب اكواتيك، عملنا 2 كيلومتر في البحر والحمد لله جيت المرتبة الأولى وكانوا الأجواء مزيانين وكنشكر الفرقة ديالي الرجاء البيضاوي وكنشكر كاع الزملاء ديالي ووالدي. كانت المنافسة مزيانة وكانوا حتى الأجواء مزيانين، كلشي شارك بواحد النفس وكلشي حاول يجيب لقب للفرقة ديالو. شي سنوات وأنا كنشارك في هاد لا كومبيتيسيون من 2018 والحمد لله كانوا ديما اللي كانوا الاجواء ديما مزيانين وكان المراتب كانوا مزيانين والفرقه ديالي ديما كتحصل على لي كوب ولي ميداي وكاع الزملاء ديالي كيشاركوا مزيان. يا اول حاجه لي كونديسيون راه مزيانين، كانوا مخيرين، كلشي كاين، سيفي بروتيكسيون سيفي، كنشكرهم بزاف على المجهود اللي داروا معنا والحمد لله. كان مسابقه صعيبه بزاف، خاص شوية السوفر والتمارة، ولكن الحمد لله فزت بالمرتبة الأولى. تبارك الله عليك، كنت الأول في هذا السباق. واش كنتي الأول قبل ما تبدا قلتي راسك كان خصني نجي هو الأول ولا تصدمتي في هذا لابخوميييغ بلاص؟ لا ضروري تقول في راسك خصك تجي الأول، تقاتل على لابخوميييغ بلاص وصافي. فعلى البداية صافي كتمشي كتوانت ديك العقلية بأن خصك تجي حتى الأول تكون حتى أحسن واحد. غدا إن شاء الله غتكون البطولة اليوم كاس العرش ان شاء الله. كيفاش غتبريباري راسك على قد البطوله؟ نرتاح بعدا نفكر استراتيجي اللي غندير على قبل غدا ان شاء الله تكون لا فورم مزيانه ونعاودوا نفس الحاجه اللي درنا اليوم. الحمد لله جيت الاول، كانت الاجواء مزيانه الحمد لله. درت تدريبات قبل ما نبدا والحمد لله عملت مزيان، وكانوا بزاف ديال الناس اللي كيضربوا، مي بون تجاوزتهم وخديت لافونس عليهم والحمد لله تبعت الكاياك وجيت الاول. بعد المشاركه ديالي الامس في الكوب دي ترون ديال سوب اكواتيك توفقت انني ناخذ المرتبه الاولى، واليوم الحمد لله خديت المرتبه الاولى في البطوله الوطنيه وكانت المنافسه مزيانه. لي زيكيب الاخرين حتى هما داروا جهدهم باش يتوفقوا، والنادي ديالي الرجاء البيضاوي حتى هو توفق ياخذ 4 المراتب الاولى الحمد لله. وكنشكر والدي والنادي ديالي والناس اللي شجعوني، وان شاء الله كنتمنى توفيق الجميع والبطولات اخرى ان شاء الله نديروا ما احسن.